السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. في الجزائر فضيحة كروية رياضية من العيار الثقيل، مضحكة محزنة مبكية، تخليك تعرف هذه الدولة المشتاقة لأي بطولة مسكينة. كأس العالم المصغر المقام في لكرة القدم المصغرة في الإمارات، منتخب إسرائيل انسحب بسبب ما يحدث في إسرائيل وفلسطين فانسحب. كويس، الجزائر قالوا لا احنا هنعوض هذا الانسحاب وهنشارك احنا، فقالوا لهم ماشي تعالوا. نفسهم يشاركوا في كاس عالم، قال لك كاس عالم وهنعمل بقى وهنخطف وهنعمل ونبقى عملنا حاجة زي المراركة وكاس عالم وكده. كويس، جابوا فريق نشكلوه وبعتوه، لعب اول مقابلة لسع 9-1 امام اوكرانيا اللي فيها حرب، 9-1. لعب المباراة الثانية امام تشيك امبارح اتلسع 8-1. يوهو انت بتلعب طايرة؟ فضح فضيحة ما بعدها فضيحة كما هي عادته. في الاول لما راح هذا الفريق مكان اسرائيل قال لك التضامن والفلسطين وانسحب وسحب وبتاع وطلعناهم وعملوها تضامن وعملوها بطولة، والرئيس عبد المجيد عمل اتصالاته عشان تطلع اسرائيل من كاس العالم وهيضاف الجزائر وعملوها بطوله. لما اتمحطوا المحطتين دول هم كانوا فاكرين بقى هيعملوا وليد صادي بقى الرئيس الفاف الجديد هيعمل، ورسموا احلام كلهم وكاس عالم وبتاع والتعالب الله غالب بالتعالب يعني. المهم والقضيه الفلسطينيه ورايات جهزوا حدود، راح الفريق يلعب الوكسة دائما والانهزام حلفهم دائما والله يزيدهم. لعب اول ماتش مش 1-1 2-1 3-1 4-1 لا 9-1 بيلعبوا باسكت 9-1. سكتوا قال لك يمكن ايه اصبر هي كده صعوبة البدايات. لعبوا الماتش ده كان قدام اوكرانيا، لعبوا الماتش الثاني مع تشيك لسعتهم 8-1. قال لا قاموا بقى دلوقتي في الجزائر كلهم قال لك لا يمثلنا هذا الفريق ومن الفاسد الذي ارسل هذا الفريق، اخواتنا في غزه بيتقصفوا وانتوا رايحين تلعبوا كوره. بدات دلوقتي روح الوطنيه دبت فيهم وتحولت القصه اللي راحوا فيها يعملوا بطوله ويعملوا بيها اي حاجه في اي حاجه في هذا الوقت الى وكسة ونكسة وفضيحة فضيحة. ففي الجزائر دلوقتي كلهم عمالين مين اللي ارسل هذا الفريق؟ ما يمثلناش، ده مش جزائري مش تبعنا، انه لا يمثلنا، احنا اكبر من كده، انتوا ده مستواكم واي بطولة هتروحوها ده مستواكم. حفيظ دراجي ضرب الطم ما شافش، حفيظ دراجي مشغول بغزة ما شافش، ما حدش شاف. ودلوقتي الفريق المسكين ده دلوقتي بقى عامل زي الكلب الجربان، كله بيتبرأ منه، ما نعرفوش، ما نعرفش مين اللي بعته، مش تبعنا. لو كان انتصر فاز يا سلام، وننتصر للقضية الفلسطينية والجزائر تزيح إسرائيل وتنصر القضية الفلسطينية وفلسطين، زي بالظبط لما قال لك الرئيس عبد المجيد بطيخة دور يدعم فلسطين بإيه، قال لك هنحتضن كل بطولات مبارياتهم في تصفيات كاس العالم في الوقت اللي فيه اصلا هو ممنوع الى الان لسه ومديون، عشان لما ياخد عقوبات من الفيفا لانهم مديونين يقولك بسبب نصرنا للقضية الفلسطينية والعالم يعاقبنا على ألعيب ألعيب الصغار ألعيب البراهش. راح المهم هم راحوا عشان كاس العالم، نفسهم في كاس عالم اي بطولة نبقى روحنا كاس العالم مش ام الروك بس، راحوا اتفضحوا لان ربنا ما ربنا وكسهم وفضحهم دايما. فراح راحوا الاشاوس جابوا فريق معرفش جابوه منين، ده فريق الجوع الكافر، فرقة الجوع الكافر كانت رايحة فجأة تتعشى يعني، فرقة الجوع الكافر راحت اول ماتش مع اوكرانيا لسعتهم 9-1. اوف اوف، انتوا كنتوا بتلعبوا من غير جول ولا ايه؟ ما كانش فيه جول واقف، ايه امال واللي كان واقف ده ايه؟ عامله زي فرقه عادل امام اسمها ايه، مرجان احمد مرجان، عامله زي فرقه عادل امام
نمرة 2 لعبوا مع تشيك، قال لك طب ماتش ويعدي يلا شباب شدوا حيلكم شوية. تشيك لسعتهم تشيك 8-1، قال لك بس القراقير وشافوا الفضيحة كبرى عظمى في وقت مليان بالفضائح، فضيحة البريكس وفضيحة غزة وفضيحة ستاربكس وفضيحة، وطلع عبد المجيد فضحهم امبارح وهلفط وقال لهم الفصائل الفلسطينية المصالحة الفلسطينية فشلت. ايه ده؟ والله القضية الفلسطينية قضيتي والتشك تشك وفتح وحم فشلت كده اهو اقفل فشل. عشان كده انا مقلق وما قلتش حاجة في حرب غزة دي، ما انا مقلق اصلا يا جدك. امال قعدت قمة شام النمل وهنصالح والقضية الفلسطينية سيبوها لي يا جدك، فشلت فشل. طب وكاس العالم فشل، والبريكس فشل، ستاربكس تحلية 1,300,000,000 في اليوم، الوساطة مع النيجر، الرئيس الفاشل في الشعب الفاشل في البلد الفاشل، فشل في فشل في فشل. راحوا قال لك كاس عالم، والله العظيم ضربوا الطر والاشاوس، راحوا والجزائر في كاس العالم المصغر في الامارات، فريق الجزائر في الجزائر، ويا جزائر يا جزائر الجزائر. طب وبعدين؟ كما العاد كما العاد قسمه ونص نص والفي والحكام خونه، وهتروح صوفيا دلوقتي تجري ورا الحكام ده في بلادهم، كل حكم حكم في المباراه ده ايه؟ حتى حميل الرايه هتلف على بلادهم وهتحاصر الفيفا وعارف مشاكره الفشل حليفكم، لان الفساد يغطي هذا البلد من ساسه لراسه. الفشل حليفكم هيكون في كل شيء، لان كل شيء فاشل وانتوا اعتمدتوا على سياسه غطي، فاكرين ان لما تغطي وتقعدوا تكذبوا على نفسكم باننا قوه ضاربه واننا نجحنا وعملنا واول اسبق احرق اقرع كده هتكبر بقى، لا بالعكس هتفشل اكتر واكتر لانك بتغطي النار بالتبن. سياسة ما تنفعش سياسة غطي، انما السياسة التي تنجح معها هي سياسة واجه المشكلة وحلها، واجه الفساد وحله مش غطي وانكر. منطق محمود الكهربائي ما ينفعش يؤدي للنتائج اللي انت شايفها في كل المستويات دي. لا تدخل لشيء اكبر من حجمك عشان ما تتفضحش الفضيحة. 9-1 و8-1 قويلي، انتوا بتلعبوا ايه؟ هما بيلعبوا نفسهم، انتوا بتلعبوا من غير جول. فضائحهم دائما كده والله يزيدهم، وهيفضلوا كده اهو في الفضائح ده طول العمر على فكرة، مش هيطلعوا من الفضائح دي. كأس العالم المصغر في الإمارات يتوكس الفريق الجزائري وكسة ما بعدها وكسة، 9-1 8-1 أوكرانيا ما حطتهم والتشيك شحطتهم، وانتهوا نهاية تساوي هذا البلد وحجم هذا البلد في هذا الوقت. فكفى كفى، اتقوقعوا وتقزموا وتحصروا جوه الجزائر واسكتوا، كفاكم أنتم فشلة في كل شيء، يا رب تفهموا بالحكاية. شوفكم على خير.